بدأت البقع بالانتشار على ساقي وذراعي وعلى كامل جسدي وفروة رأسي. كانت نفسيتي مدمرة بالكامل. اسمي رينا وأنا أدافع عن الناس الذين يعانون من مرض الصدفية المزمن. أدير صفحة على إنستغرام تسمى سورايس الثوتس، أشارك من خلالها قصتي وأثر هذه الحالة المرضية على حياتي اليومية. تم تشخيص حالتي بعمر 15. كنت أستيقظ مرات عدة مع وجود التهابات وخشونة بالجلد، أحتاج بشكل دائم للعناية به. قد يكون من الصعب جدا أن تخرج أمام الناس حيث ينظرون إليك بشكل غريب ويطرحون أسئلة محرجة لك. من الصعب جدا أن تمر بيومك دون أن تشعر بعدم الارتياح أو دون التفكير بالأمر. قضيت عدة أشهر في النقاهة، أي ما يعني أن بشرتي أصبحت نقية، لكن بعد أشهر ظهرت بقع صغيرة على بشرتي وبدأت بالانتشار كالسابق. إدارة مشاعري وحالتي النفسية وصحتي العقلية خلال فترات التوهج والنقاهة هي التحدي الأكبر الذي يواجهني هذه الأيام. لكن بمرور السنوات أصبحت قادرة على تغيير الطريقة التي أنظر فيها إلى نفسي وبشرتي والعيش بطريقة أكثر انفتاحاً وحرية وسعادة. أنشأت صفحة لأتحدث من خلالها عن الطريقة التي عالجت فيها بشرتي وأشارك مشاعري وقصصي المختلفة أمام الجميع دون أي حرج. شعرت كم هو جيد أن تتواصل مع الناس الذين يفهمون ما كنت تفعله وما شعرت به. دعمنا بعضنا البعض من خلال هذا العمل التأييدي عبر الإنترنت. عندما بدأ شعوري يتحسن حول نفسي وأصبحت أظهر بكل ثقة أمام العالم وأتحدث مع أناس آخرين لا يوجد لديهم هذا المرض الجلدي. أريد أن يفهم الناس أنه ليس مرضاً معدياً. أريد أن يفهموا أنها حالة مزمنة يمكن أن تكون مؤلمة جداً وليست مجرد مرض يضر مظهرك. أريد أن يفهم الناس أنه من الممكن العيش بشكل جيد وبحرية مع مرض جلدي مزمن وظاهر. رسالتي هي تذكير الناس بأنهم ليسوا وحيدين. هناك أناس يهتمون بهم وهناك أناس يستطيعون المساعدة. أنت مثالي كما أنت. ليس هناك شيء يجب تحسينه أو إزالته أو إضافته من أجل أحد. أنت مثالي تماما كما أنت.